للإيجار، للبيع، للشراء، غالي أبو رشاد جاهز، وسيحط خدماته تحت تصرفكم ويحرق طرابيشكم وأنا كمان. الله يبارك فيك، الله يبارك مبروك فيك، مبروك الله يبارك فيك، فيك. الله يبارك لا ترسلنا البيوت، لا 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 خلاص ولو بأمانتي هدول البيوت. الله يبارك فيك، تهانينا أبو رشاد، تهانينا أبو رشاد، تهانينا أبو رشاد، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، مع السلامة، مع السلامة، إن شاء الله الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، مع السلامة، مبروك مبروك، الله يبارك فيك، يحرق طرب إن شاء الله، يحرق طرب إن شاء الله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، هيك يا غزال هيك، لما كبرت واشتغلت صار بدك تفارقنا وتترك أبوك وأمك وتطلع عن أهلك، ليش يا أبي؟ ليش؟ لقيت إنه أحسن حل أترك البيت. مع انه انت الغلطان مو امك، انت تماديت وتهجمت عليها وخليت قلبها يسود عليك، ليك تركت البيت وراحت. طالما انا رايح هي بترجع. روحتك هي معناتها انك محيتنا من حياتك. هيك هيك بتريد بعد كل هالتعب وكل هالسنين؟ يا ابي يا ابي حسبني تجوزت وسكنت لحالي. غلطان غلطان يا ابني، اعترف وقول انك غلط وما ما عم تلاقي شيء لغلطتك الا الهرب. يمكن، بس يا ابي امي انا بعرفها ما بينها لا عيش الا لاتجوز كوكب بنت خالتي، وهذا من رابع المستحيلات. هذا الموضوع اتركه علي وهلا امشي معي لننهي المشكله. قصتنا صارت شله من حاره يا ابني. انا ما بيهموني الناس، لكن انا بيهموني وكرمال خاطري خليهم يهموك. الواحد منا ما له غير اهل حارته وقت الشده، انا مجربها كثير يا ابني. وجوازي من كوكب لك علي افرطه. هذا وعد يا بي. ان شاء الله. بتعرفي اختي ام حسني؟ نعم. بيقول لي عقلي قوم البس وروح على كراج حمص، ابعت خبر لاختي ناجيه تاجل جيدها. بلا ما تجي وتشوفني بهالحاله. يو ليش مو انت تروحي لحمص؟ بتقضي لك شي يومين عندها. قلتي والله حكيك مزبوط. لك مين؟ أنا أختي خطو. يا الله يا رب. يا الله أهلين وسهلين. تفضل أخي أبو غزال تفضل. يا الله يا الله تفضل غزال أفندي. أهلين غزال مرحبا خالتي. أهلين وسهلين شرف أبو غزال. تفضل سيدي تفضل. لا والله تفضل مشان واجبك ولو. يا الله أهلين. مرحبا أختي أم غزال. أهلين أبو رشاد. مرحبا يا أم البنين. أنت لا كلمة تكلمني ولا نظرة تنظرني، كل الناس تحكي معي إلا حضرتك. إيه لا طولي بارك وصلي على النبي أم غزال. أم غزال أفندي قوم بوس إيد أمك قوم. لا لا يا مو يا ريت انكسرت ايدي ولا ارتفعت عليك. بوس ايدك بوس رجلك سامحيني. الله يهديك يا ابني ويرضى عليك. الله يخلي لنا اياكي فوق راسنا ان شاء الله. الهيئة ما كثير بهمك. ولو انت الاصل يا ام غزال. اي بحظي وست الكل والله. لكان انا حردانه من بيتي صار لي جمعه، ما بدق الباب وبيسال عني؟ لك أنا ما عملت لك شيء، ما عملت لك شيء يا بنت الحلال. بس ما حبيت إجي وإيدي فاضي، قلت يا حالي يا ولد لا تجي غير جايب غزال معك. إي والله، إي والله يا أبو غزال، والله من طول عمرك آدمي ومحشو. قولي لها أختي أم حسني، قولي لها. أيوه، إي ما بدها حكي، بس هي تقبرني عم تتدلل لها شوية. معلش معلش، إذا دلال أنا ما بزعل منها. يا عيني يا رايق، لك أخي هيك. النسوان بدهم سيارة. يا مو يا بي اسمحوا لي روح على شغلي، السيارة واقفة برا حرام. روح تقبرني روح، ربي يوفقك ويرضى عليك. الله معك يا عم. يلا
مع السلامة. شو جابك؟ جاي شوف بختي. بس هلا معلمتي نايمة وبهالوقت ما بتستقبل حدا. انت بختي يا فتحية. تعا شوي. ما بقدر اطلع. طيب تناوقي. شو هي؟ عربية وعليها كتب؟ بدك تبيع كتب؟ مو شغلة منيحة؟ مبلا. بس ان شاء الله تبيعهم وتقعد تقراهم وتنسانا. انا انساكي؟ ليش الواحد بيقدر ينسى انه له قلب؟ صالح هلا مو وقت الحكي. بس منين جبت المصاري؟ ابو زهدي واعطاك؟ ديني. وانا لما برتزق ان شاء الله بوفي. الله يرزقك. بنت حلال اسمها فتحية. صالح بس ليه ما راح حدا يشوفك؟ ويشوفوني. مو كل الناس تجي لهون مشان تشوف بختها. وانا كمان مثل هون الي بخت. بس احلى من هيك بخت ما عاد يصير. صالح بس هلا بتفيق معلمتي. صالح اطلع روح لشغلك. رح روح بس. يا عيني يا عيني تعال هون لشوف. تعال هون لشوف. تعال هون. شو قالوا لك انت وياها هون عش الغرام؟ مين انت؟ انا صالح. بس الحق مو عليك، الحق على هالمحترمه يلي عامله حالها ادميه. تخيلك يا علمتي خراسي وليه.